المظاهرات المظاهرات ما بيجوز والخروج على الحاكم ما بيجوز وما نحن قلنا ما بيجوز لا ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام وفي ناس ممكن يقبلوا كلام الفاتة أيوة القبة كعبة والفكي ما يمشي له ولا حاجة لكن لما نجي في دي يطنطن انت لازم تعرف انه انت لازم تعرف انه انت بتاخد من الدين كله ما بتاخد جزء منه وتخلي الباقي ما تبقى زي اهل اهل الكتاب يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض تأخذ كله فزي ما قبل فصلنا وبينا بالادله وكنت انت مبسوط ايوه خلاص لما نبين لك هنا برضه بالادله خليك مبسوط والا لو لو وجدت في نفسك حرجه طوال تراجع ايمانك لانه ربنا قال فولا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكّموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج على أميره قيد شبر فمات فميتة جاهلية لاحظ من خرج أي زول مندل العموم خرج على أميره أميرا إما الحاكم أو نوابه أو الولاة أو الوزراء كل من كان في دائرة الإمارة من خرج عليه قيد شبر شوف شبر ده قدر ده شبر والشبر ده ممكن يكون بكلام بالمناسبة ما يعني ما تفتكر إن الخروج إلا تسل سيفك وتمرق الشارع وما تفتكر الخروج إلا تطلع وتقول تسقط بس لا ما إلا كده أنت لو قاعد جوا بيتكم وقاعد تقول تسقط بس ده خروج والله العظيم وحرام وربنا بيسألك يوم القيامة والله لأنه قال قيد شبر شبر طيب الشبر ده كذا انت براك تخيل قيد شبر قدر دبس وأول خروج أول خروج كان على ولاة الأمور في الأمة كلها كان باللسان يا ناس ما كان بالسيف أول خارج منه في الأمة رجل اسمه ذو الخويصر خرج على من؟ على النبي عليه الصلاة والسلام والنبي صلى الله عليه وسلم كان حاكم لأنه ربنا قال له أن بينهم بما أنزل الله فالنبي صلى الله عليه وسلم كان هو الحاكم وكان هو الإمام فقام هذا الرجل لما جاء ذهيبة قطعة بتاع الذهب النبي صلى الله عليه وسلم قسمها طوال الزول ده قام قال يا محمد اعدل فإني ما أراك تعدل أو قال هذه قسمة ما أريد بها وجه الله الزول ده هل طلع سيف؟ لا قال بلسانه فالخروج اول الخروج لسان اول الخروج شنو يا لسان فالخروج ما بيجي الا بعد اللسان انت لقاك ناس خارجين مبكمين مصمتين لا 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 في البدايه بيبدوا بالكلام والله إيه. هذا الحاكم ظلم واكل حقنا و و و كلام فالكلام ده هو اصلا بدايه الخروج بدايه الخروج كلام بعد ذاك بيطلعوا الشارع فزول القاعد جوا وبيقول تسقط بس او يقول الحكومه دي ما نافع وا ده خروج والمرق برا برضه خروج وكل ما بيجوز الدليل الحديث اللي ذكرناه من خرج على اميره قيد شبر فمات فميته جاهليه يبقى حلال ولا حرام؟ حرام لانه ما ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لي شيء حلال ميته جاهليه ما ممكن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سيكون عليكم أمراء في آخر الزمان قال قلوبهم قلوب شياطين في جثمان إنس لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي لاحظ ديل كويسين ولا كعبين الزكرون النبي صلى الله عليه وسلم ديل ما كويسين ناس قلوب قلوب شياطين ده باقي لك بيكون كويس ما كويس بعدين ما بيستنى بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم طيب قلوبهم قلوب شياطين في جثمان انس لا يستنون بسنتي ولا يهتدون بهداي قال الصحابه رضوان الله عليهم ما تامرنا يا رسول الله ان ادركناهم كان لقينا نازل نزوج نقول تسقط بس نقول كذا لا قال اسمعوا واطيعوا وان ضرب ظهرك واخذ مالك فاسمع واطيع. ما ي... يجي دكتور يغشك يقول لك ان ضرب مالك اخذ مالك بحق وضرب ظهرك بحق. طيب أصو اذا كان بحق ما كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لك اسمع واطيع وان ضرب ظهرك واخذ مالك. ما كان قال كذا ما بحق؟ مش كذا اخواننا؟ واصلا اذا ضربك واخذ مالك بحق هو عنده حق اصلا. يبقى انت المطلعك شنو اصلا اذا كان بحق؟ معناته المال اصلا ذاته ما مالك لانه شالوا بحق فما تسمع كلام الدكاتره اللي بيجيبوا التلفزيونات والواحد بيجي في في المنبر ويا ما تعرف يا والي وين ويا وزير شنو تنحى تنحى ليه عشان يقعد هو ده موضوع كله زول فيهم بيطلع ما في الشيوخ اللي بتلقاهم في التلفزيون وبتلقاهم في المنابر بيهيجوا المسلمين انهم يطلعوا الشارع والله ما في شيخ واحد قاعد يطلع انت شفتهم طالعين ما في شيء يطلعك انت ويملاك فل ويقول لك اطلع ولا بد ان تسقط انت تمرق جاي هو يمشي يركب عربيته ويمشي لاولاده والله في النهايه اكان انت مشيت كتالوج ولا دقوق ما فارقه معه في شيء وكان مشيت انت وقلبت الشغلة هو طوال حيجي يمسكها لأنه هو مشهور أكثر منك أنت ما عندك أي حاجة عرفت يا أخوانا أفهم الكلام ده كويس ده زي شنو زي المقولة اللي بتقول أحمل عبدك على الفرس فإن نجا فهو لك وإن قتل فقد قتل أيوه يعني مثلا زمان كان الواحد لما تكون في معركة ما بيطلعوا يطلع العبد بتاعه يركبه الفرس يدي السيف يقول له يلا امرك اذا العبد ده ما شكت له ما خلاص عبد ومات مش كده اخوانا اذا جاء راجع في النهايه عبد الزول ده بس ما نفس المفهوم النازل ما تتغشوا يا ناس والله الناس المجرمين الشيوخ الدكاتره اللي بتلقاهم في المنابر يهيجوا المسلمين والله دي المجرمين وعندهم اغراض انت قد تكون ما بتعرفها وشايف انه ده شيخ ما شاء الله وزول ما شاء الله لا 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 يا ما زي ما بيقولوا تحت السواهي دواهي فأعمل حسابك شديد من النازل الخروج ما بيجوز يا ناس وما فيه مصلحة أصلا كده وريني الآن مصلحة واحدة أسي جمال قاعدين يقولوا تسقط بس وريني مصلحة واحدة ما بيها بها عملوا شنو عمل... يا أخي بمبر بمبر في اللجنة الشعبية ما لقوها <applause> الله العظيم ليهم الآن كم من ما مرقوا ما لقوا أي حاجة لحد الآن ما لقوا شيء هذا الموضوع ده ما فيه مصلحة أصلاً. وده ما معناته يا إخوانا إنه الناس يسكتوا على الظلم أو إنه الناس يقروا الظلم أو إنه الناس يسكتوا على المنكر. لا. ما معناه كده. لكن نصيحة الحاكم والإنكار على الحاكم يكون بالضوابط الشرعية. يكون بشنو؟ بالضوابط الشرعية. يا إما تكتب له خطاب. ما تكتب في الجرايد ولا في الفيسبوك. ولا في الواتساب لا تكتب له خطاب عديل لو عندك واتساب اكتب له لو عندك الواتساب حقه لو فيه اكتب له ما مشكله لكن ما تمشي تكتب في المجموعات وفي الفيسبوك وما جروبات وشنو كله ده ما بجوز اكتب له ما لقيت طريقه اضرب له تليفون ما لقيت طريقه امشي له ما لقيت طريقه رسل زول يمشي له ما لقيت طريقه ايوه خلاص لا يكلف الله نفسا الا وسعها ما شغل ما كسر رقبه خلاص انت كده اديت الواجب عليك، انت مش شايف الموضوع ده واجب؟ اي خلاص الواجب سقط عنك لانك ما مستطيع فكده يا اخوان الموضوع ده كده فالناس يصبروا ونسال الله عز وجل نسال الله يفتح علينا، انت انت رزقك عند الحكومه، نحن من قبل بننظم في شنو؟ من جبيل بنقول في شنو؟ ولو ان اهل القرى امنوا وفي السماء رزقكم الرزق ما عند الحكومه انا جبيل ما قلت لك لو ربنا فتح البركات ما في زول بيمسك وكل الناس قالوا آي طيب أنت الحكومة الحكومة عاملة لك شنو؟ مضايقاك في شنو؟ أنت ما رزقك عند الله تبارك وتعالى يقول لك لا لكن البنزين يا زول البنزين عند الله يقول لك يا مولانا ما ها مالك عندك رأي أنه البنزين عند الله؟ لا لا ما في رأي خلاص أسأل الله يديك بنزين وأسأل الله يجيب لك جاز وأسأل الله يجيب الكهرباء القاطعة دي وأسأل الله يديك أكل ويديك رزق الحكومة ما عندها عليك شيء ما عندها عليك شيء الزول لو عنده عقيدة صحيحة وتوحيد صافي والله بيلجأ إلى الله عز وجل وبيطلع من الفتن والجوطة الحاصلة يا أخي بلاوي نسأل الله العافية يا أخي نسوان مارقات في شوارع ما مارقة قالت تسقط وعاملة فيها دار تقلب الحكومة هي ما قادرة تقلب لها قراصة تقلب الحكومة والله العظيم و... انت ما قاعد تشوف الحاصل ولا شنو مرة ما مارقة فاكة فاكة شعرة ورابطة طرحتها في النص شغالة تسقط بس وتزغرد لديك عشان ديك كمان يشيلون الحماس الواحد عامل فيها عنتر ابن شدات لما انت زغرت له اوه يجر يدو بومبان بومبانين يجي راجع انت قال عنتر كان بيرجع عنتر كان بيخد جوا فانت لو عنتر بجد حقه تمش قدام يا كلها شغله فارغه نازل تقول لهم بالادله مشكله تقول لهم بالعقل مشكله ما عرفت تقول لهم شنو نسال الله السلامه والعافيه الخروج ما بيجوز المظاهرات ما بيجوز ده الذي ندين به الله عز وجل والبيسألنا منه الله يوم القيامة نعم آخر سؤال عليك سؤال هنا في الورقة لأنه أخواننا الظرف ما بيسمح قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله وأولي الأمر منكم الصحيح يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم أيوة الآية في سورة النساء دليل واضح على وجوب طاعة ولاة الأمور واجب الله أمرنا إنه نطيع ولاة الأمور نطيع شنو؟ ولاة الأمور والوالي يا إخواننا إذا صار والي على المسلمين ده والي شرعي ما يجي يلبس عليك زول يقول لك يا أخي ده ما جابه انقلاب جابه انقلاب ما جابه ولاية شرعية نقول لك مش الآن الأمن استتب له مش الآن إن 30 سنة الأمن مستتب له وهو الوالي على الناس أيونام حتى لو جاء بطريق غير شرعي فهو الآن ولأمر شرعي والدليل على كلامنا ده النبي عليه الصلاة والسلام قال إنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور ثم قال وعليكم بالسمع والطاعة وَإِنْ تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِي عبد لأنه إمارة العبد ما بيجوز مش كده يا الشرط في الأمير على في المسلمين أنه يكون حر طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال لك عبد وقال لك تأمر تأمر يعني شنو؟ راجع اللغة تأمر يعني براه أمر نفسه ما أمره تأمر سميها قلع سميه انقلاب سميه أي شيء تأمر عليكم براو بالقوة وعبد نمرة اثنين نمرة ثلاثة حبشي ليه قال حبشي لأنه الوالي العام على المسلمين لازم يكون قرشي النبي صلى الله عليه وسلم قال الأئمة من قريش ما بقي منهم اثنان طيب ده ما قرش ده حبشي عديد فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لك لو كل الحاجات دي كلها بقت موجودة فيه تأمر قلع اثنين عبد ما حر ثلاثة حبشي ما قرشي ايوه فعليكم بالسمع والطاعة ها رأيكم شنو او رأينا شنو كلام ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام نودي وين لابد نقبل ونقول سمعا وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم نصبر يا أخوان ونسأل الله أه اللينا ونأدي علينا وصدقني كل ما نحن صلحنا الحكومة ذاتها بتتصلح إذا نحن بقينا كعبين هم بيبقوا كعبين ما هم مننا نتقايلون جاي من إنجلترا ما مننا في النهاية كان نحن صلحنا الله يصلحهم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم اتصلحنا بيتصلح اتخربنا بيتخربوا فالواجب علينا نتصلح وندعو لهم بالصلاح يا اخوان ندعو نقول اللهم اصلح ولاة امورنا لانه اذا هم اتصلحوا احوال الامه تنصلح ما ندعو عليهم ما نقول الله يسوي لهم الله يعمل لهم لا ندعو لهم وفي النهايه ده المسلمين ولا ما مسلمين مسلمين أخوان مسلم فندعو له بالصلاح حتى تنصلح أحوال الناس نسأل الله أن يصلح أحوالنا جميعا